يبقى ازاي حاضر انسى. ايوه انا عايشه على ذكراك لو انت مش هنا. الله الله الله. اي كلمات احمد ماضي. الله. الحان مهند مشلح وتوزيع استاذ ناصر الاسعد. روعه روعه روعه. ان شاء الله ان شاء الله تحبوها. مريومة حضرتي شيء هيك شوي من ستار اكاديمي هيدي السنه؟ والله شوي صغيره صراحه. في عندنا ثلاثه من سوريا. ساره فرح، محمد دقدوق، وحسام طه. خلينا كانت تحكي كبنت سوريه ساره فرح، شو عندك تعليق عليها كصوت وكشخصيه وكحضور؟ لا اكيد هي صوتها حلو وقد حالها وبتعرف شو بدها، طموحها الله يوفقها ويعطيها العافيه. مريم بالسنوات الماضية وقت كنتوا بالستار أكاديمي ما كانوا هالقد الكاميرات، ما بعرف سؤال هيدا، هالقد كانوا الكاميرات يضربوا عليكم كل شيء بتعملوه داخل الأكاديمية؟ لاحظنا هيدي السنة أكثر السنة كل شيء عم ببين، يعني الشتائم عم تبين، الضرب عم ببين، الخبيط عم ببين. أنتوا كنتوا خلف الكواليس تخبطوا وتضربوا وتشتموا؟ لا بالعكس، نحن ما كانوا يعلنوهم يعني؟ لا نحن أكثر سنة كان في تشديد علينا بالكاميرات، يعني الكاميرا ملاحقتنا على النفس. بس هاي السنة هن شكلهم جريئين زيادة فكتير بعبروا واضحين. يعني دائما كان في خجل انه نحن قدام كاميرات بجوز يعني عند البعض انه ما لازم اعمل هيك او ما لازم، معلش لو انضايقت من فلان ساير وهيك، تحسهم كتير واضحين هاي السنة. انتو كنتوا بتعملوا حساب للكاميرا؟ هلا انا عن نفسي شخصيا يعني ما كتير، يعني انه لقلك ليش ممكن تعمل حساب للكاميرا. هلا ممكن انا شخص بهال 16 او بهالهي ممكن فعلا يعني طباعه ما تجي على طباعي واخلاقه ما تجي على اخلاقي، انه يعني اخلاقيا وانسانيا انا ما ضروري اجرح فيه على العلن. ممكن انا يوما ما بس اطلع وهيك قل له انت اذيتني بكذا وكذا وكذا، مو لانه انا مثلا عم مثل وعم كذب وخبيت سويت انه رفيقي. هلا انا من نوع مثلا لو حدا اذاني بشيء هذا الشيء ما بيخلق عداوه، بس بحب اعاتبه فيه ليغيره او بعد عنه اذا ما غيره. نعم. ف يعني هو مو نوع من الكذب او الرياق يعني عند الكل، هو نوع من الاحترام حتى للمشاهد. يعني هلا احيانا يعني علقت خنايق بستار اكاديمي، انا سمعت تعليقات العالم وهيك انه والله ما حلو يصير هيك، ما حلو يتصرفوا هيك. يعني احيانا اذا بدك تعاتب اخوك بكلمه او تتخانق انت ويا بالقصه بتروحوا على جنب بتحكوا بين بعض، فما بالك في برنامج في كاميرات عم تشوفك ملايين الناس. ملايين صح. فانا بعتبر هالسنه هني اجرأ، مو لانه الكاميرات صايره اكثر من يوم يوما، يعني بستار اكاديمي بالعكس دائما بقول لهم للعالم يعني مصلحه البروجرام انه يطلع كل صغيره وكبيره صح. اي ديتيلز يعني صح. اي تفصيل يعني، وهذا هني هون مكسبهم، هون راس مالهم انه يصير احداث وكذا، لانه هو مسلسل بده يعيش. فلما حدا بيعصب هو ريال تي في بالنهايه. بالضبط، ريال تي في معتمد على القصص وقائع. اللي بتصير وقائع، وقت ما بيصير في قصص قد ما بينجح. صحيح. فهيك حسام طه شو رايك بصوته؟ هلا انا ما يعني الصراحه ما كثير متذكره شو صوته، لانه بوقت حسام كان عندنا كثير ضغط تصوير. متذكره مشاكله مع ساره اكثر؟ مره هيك بصدفه حلقه فيها خناقه مع ساره وفي هيك تزمير احيانا كلام، ما فهمت ليش ولا شيء يعني، بس هيك سمعت عياط زياده وهيك. وقفتي عند هيدي النقطه؟ يعني انا كان يعني انا هلا رايي مو تقييم للعالم، بس انا كمريم كنت بتمنى انه ما يصير هذا الموقف. دقدوق تبعتيه شي مره؟ دقدوق قدم معنا باول سنه صح، وكان سوبر ستار كمان. ما بعرف بس انا متذكره انه من الاشخاص اللي قدموا معنا باول سنه وهيك كان صوت حلو الصراحه. وعنده طموح والله. قدم اول سنه يعني قديش عنده اصرار يعني ان شاء الله يعرف اصراره يوصله للي بده اياه واكثر ان شاء الله. حلو. كمان رابع مرة بنقول لك انه هيدي اخر سؤال. مريم بدنا نقول لك بدنا نشكرك شكر كثير كبير على هذا اللقاء الرائع جدا، وفوق ما انك تعبانك اكثر نامي. وكلمة أخيرة او كلمتين بالاخير، كلمه اولى لكل جمهورك، لكل اللي بحبوك، لكل اللي بتابعوك، لكل اللي لاحظت لحد هلا تابعين مسيرتك خطوه بخطوه، دائما بيسالوني زكريا شو عم تعمل، مريم وين هي، اوقات باخذ اخبارك منهم هن، فشو بتحب تقولي لهم بهذا الموضوع؟ حسن بيعرفوا اخباري حتى امي. والله عظيم احيانا بصير سهرات هيك بيقولوا لي شفت صورتك بكذا، بقول لهم وين، لا والله يلا رح نبعث لك. هذه محبتهم لك طبعا. شو بتقولي لهم؟ عن جد اول شيء زكريا شكرا كثير لك لانه دائما عن جد متابعني، وكل ما بصح لك فرصه انك هيك تخليني موجوده بالمكان الحلو العالي دائما هيك لي محل.
تستحق لأنه تسلم يا رب. الله يوفقك وعن جد موقعك حقق إنجازات كتير سريعة هيك بوقت كتير سريع، يعني هو يعتبر حديث الولادة. الحمد لله الحمد لله، فهذا أكيد دليل شطارة، والله يعطيك ألف عافية. ما بتجرحت حدا وما بتأذي حدا، وكمان هذا أنا بعتبره بالصحافة كتير حلو. بالنسبة للعالم والفانز تبعي وهيك اللي دايما بتابعوني ومصرين أكتر مني إني أنجح وأستمر، عن جد من قلبي إنه هي محبتكم اللي هي البنزين تبعي بهالدنيا. غليان البنزين شايف؟ بس هني ما في أغلى من مال وحياة الله. يعني أحيان بصفن أنه رب أخ لم تلده أمك، وحقيقة حقيقة أنه صح هذا المثل. بس نشكر الله، أنا من أخ من أمي ومن غير أمي الحمد لله محظوظة بالمحبة وبحرصهم على سعادتي وعلى فرحي وعلى نجاحي، وإن شاء الله ما بخيبهم. مريم عطلة الأميرة المتألقة دائما، الشابة الطموحة، النجمة التي قبل الأخير النجمة التي تخطت حدود النجومية. نحن نتقدم إليك بجزيل الشكر والتقدير والاحترام عبر شاشة خبر عاجل، وتحيات أسرة خبر عاجل إليك وإلى جمهورك. شكرا.